حي كاشوستو في مدينة طرابزون معروف بحيويتها وخدماتها الرائعة، مجمع أكوامارين. نبدأ عرضنا لهذا اليوم من بلكونة الشقة، شقة 3 غرف صالة مساحتها 165 متر مربع، الدور 7. المجمع مجمع ضخم متكامل الخدمات، موجود فيه بوابة إلكترونية بالإضافة إلى مواقف للسيارات، مسبح، ألعاب أطفال بالإضافة إلى ملاعب رياضية ومسطحات خضراء. مجمع جميل جدا في حي مخدوم، حي كاشوستو المعروف. بعد ما شرحنا يا جماعة الخير إطلالة البلكونة، إطلالة جانبية على البحر وإطلالة أمامية على المجمع، بلكونة الشقة زي ما تشايفين بلكونة جميلة مساحتها 3.5 × 3.5، وهذه البلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ، نقدر نقفلها بالزجاج الشرائح، بالإضافة إلى أنه نقدر نخلي جلسة مناسبة جدا على إطلالة جانبية على البحر ونستمتع بالأجواء الجميلة. تعالوا نكمل تفاصيل باقي الشقة. حالياً أنا في منطقة الصالة، مساحة الصالة 30 متر مربع تقريباً، مساحة جيدة جداً، وأرضياتها باركيه، والتدفئة موجودة أيضاً، وقريب جداً راح يوصل الغاز الطبيعي في المجمع. الغاز التمديدات اللي جاية من الدولة واصلة للمنطقة، إن شاء الله على الشتاء القادم يكون موصل للمجمع ولكل شقة. تمديدات التكييف أيضا موجودة في الغرف وفي الصالة أيضا. مساحتها زي ما قلت مساحة ممتازة، وأرضياتها باركيه زي ما أنتم شايفين، باركيه درجة الباركيه ممتازة وجيدة. تعالوا نشوف مع بعض المطبخ. بجوار الصالة يا جماعة الخير المطبخ اللي شرحناه أنه البلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ، مساحة المطبخ ممتازة جدا، جاي على شكل L زي ما انتم شايفين، دولي براكبة، وأماكن الأجهزة الكهربائية زي ما انتم شايفين، غسالة الصحون، الثلاجة، طقم الفرن، أماكن الفرن والميكروويف، يعني محددة بطريقة جميلة جدا. والمساحة الكبيرة اللي انتم شايفينها هنا نقدر نحط طقم سفرة في هذا المكان وتكون مطبخنا مطبخ متكامل الخدمات. بعد ما شرحنا يا جماعة الخير الصالة والبلكونة والمطبخ والمساحات الجميلة لهذه الشقة، عندنا هنا مدخل الشقة زي ما شايفين، ومساحة الكوريدور، نقدر نحط دولاب خاص بالأحذية والعبايات في هذا المكان، المكان المخصص. ومساحة الكوريدور زي ما شايفين مساحتها جيدة، وتوزيع الغرف جاي بهذا الشكل. تعالوا مع بعض نشوف الغرفة رقم 1. الغرفة الأولى مساحتها جيدة، 3.5 × 4.5 يكفي لسرير فردي مع دولابة نقدر نحط في هذا المكان. والميزة الممتازة أن الشبابيك جاي بالشكل النوافذ الفرنسية. النوافذ الفرنسية بعض الناس يسألوا إيش معنى النوافذ الفرنسية؟ أنه من الأرض للسقف زجاج، يدينا مساحة أكبر للإطلاق. بعد ما طلعنا من الغرفة رقم 1 الكوريدور، موزع الغرفة رقم 2 بجوارها، عندنا هنا دورة المياه الأولى. دورة المياه الأولى بنظام كلوزيت، بعض الأحيان نشوف في أغلبية الشقق دورة مياه أرضية، بس صاحب الشقة هنا رتبها بكلوزيت، أدوات الصحية راكبة وجاهزة. تعالوا مع بعض نشوف الغرفة الثانية اللي بجوار الغرفة رقم 1 ونشوف مساحتها. هذه الغرفة
مبدئيا اصغر من الغرفه اللي بجوارها بسبب انه موجود في الغرفه هذه بلكونه خاصه فيها. مساحتها 3×4 مساحه ممتازه، نقدر نحط هنا سرير كبير مزدوج مع الدولاب او سريرين والدولاب الصغير. نطلع مع بعض للبلكونه. البلكونه هذه خاصه بغرفه رقم 2، مساحتها مناسبة جاية 2×3.5. تمديدات التكييف نحط الأجهزة هنا ونقفلها ببارتيشن بطريقة جمالية عشان يحجب الأجهزة عن مساحة البلكونة. الإطلالة جاية إطلالة المجمع بهذا الشكل، يعني الحديقة الجانبية للمجمع برضو نشوفها بهذه الإطلالة. بعد شرحنا للغرفة رقم 2 وشوفنا بلكونتها، مقابل الغرفة الثانية في عندنا دورة المياه الرئيسية اللي يخدم الشقة ككل. دورة المياه الرئيسية موجود فيه مروش بنظام جاكوزي بالإضافة إلى الكلوزيت والمغسلة، ومساحة دورة المياه مناسبة جدا، حتى وراء الباب موجود مكان خاص بغسالة الملابس. نيجي أخيرا يا جماعة الخير لغرفة النوم الرئيسية. غرفة النوم الرئيسية مساحتها ممتازة، نقدر نحط هنا دولاب والسرير وتفاصيل باقي ملحقات غرفة النوم نرتبها بطريقة جمالية. تمديدات الوحدات التكييف موجودة أيضا، وفي دورة مياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية، دورة مياه متكاملة ومساحتها ممتازة، مساحتها جيدة. يعني بعض أحيان بنشوف أغلبية دورات المياه موجود مروش، لا، في الشقة هذه مساحتها دورة المياه كمروش والكلوزيت والمغسلة وفي غرفة النوم تعتبر جيدة، مساحة ممتازة لغرفة النوم وإطلالتها الجانبية للمجمع. يعني ما نقدر نقول إنه إطلالة على البحر، بس كشقة مناسبة جدا في مجمع ضخم، مجمع متكامل الخدمات، تعتبر كشقة مناسبة جدا بسعر لا يوصف. إن شاء الله أعطيتكم تفاصيل كاملة عن هذا الشقة، أرجو أن نكون نال على إعجابكم هذا الفيديو.